بالجميع بجميع ضيوفنا بمناسبة افتتاح الدورة 11 لمهرجان العنب الذي يحتضنه تراب شراد خلال الفترة الممتدة ما بين 6 و11 من الشهر الجاري تحت شعار العنب في خدمة التنمية المحلية. كما كتعلموا انه كاين جمعيه رواد هي كتحمل هذا الشيء ديال المخطط الاخضر في الشراكه ما بين وزاره الفلاحه والمديريه الاقليميه للفلاحه وجمعيه رواد. حنا جينا باش نظرا لان هذا العنب كان جاتو الجهه الشفاف واحد المده السنوات ديال الالفيه واصبح من الضروري التفكير في شي حل اخر. والحل اللي لقيناه هو انه نديروا شراكه مع وزاره الفلاحه في اطار المخطط الاخضر. هذا المخطط الاخضر اللي هو وصلنا فيه 180 هكتار ديال العنب منتج وكنستناو فواحد 500 هكتار تقريبا غادي تكون اللي غادي المساحه العامه. حنا دابا وصلنا تقريبا النصف ونتمناو لان الا ما درناش هذه الجمعيه باش تحل المشكل. اولا كانت الجفاف الدارية القديمة كاع مشات في حالتها وبقات هاد الدارية اللي هي دابا درنا دارية صغيرة وإنتاج جيد. أنا العمل ديالي هو العنب، تنعامل العنب مزيان. المعاملة ديال العنب هو خصك تخدمه مزيان في الوقت ديالو في الصبير في الدواء فهمتي في واحد الوقت ديال الدواء ديال الدبانة وكنعرفوا دابا اللي كيعطي واللي ما يعطيش فهمتي. خصك تعرف دابا الحاجه اللي غادا تعطي وهي الموسكاطاليان هي اللي في السوق مزيانه فهمتي. وانا عندي دابا الريد جلوب والفيكتوريا وسميتو العاديه ولكن دابا اللي كنعتمدوا عليها وهي الموسكاطاليان هي اللي كنصح بها الفلاح انا يخدمها. وراه ما يكون على خير الفلاح راه هو هذا خصو يصبر ويعطي باش تعطيه الفلاحه صافي. هذا هو اللي كاين، الا ما خدمتيش راه ما عندك والو. خصك تصبر الحاجة في وقتها. حنا عايشين بيها ومعايشين معنا ناس بيها، خدام معنا الناس من نهار خلقنا وحنا فيها.